حنان شيرني من تونس، ناشطة بالمجتمع المدني، تحديدا دافع على حقوق المرأة. تعرفت شو يعني UPR، شو يعني لجان تعاقدية. حضرت على تقرير لبنان وعلى تقرير لبنان الخاص بحقوق المرأة. قابلت مع كثير مختصين وخبراء وحكينا وفسروا لنا كثير اشياء. بحس حالي اني عرفت اشياء كثيره ما كنت انا بعرفها قبل. ابدا انا ما كنت بتخيل بحياتي اني اجي على جنيف او اني زور مقر الامم المتحده، بس فريدريش ايبرت اعطتني هذه الفرصه وانا بشكرها كثير. يعني بشكر معهد جنيف لحقوق الانسان.